السلام الله عليكم متابعينا، اهلا بكم اينما كنتم في عدد جديد من برنامجكم ستارت اب، نطل فيه عليكم من اقصى الشرق الجزائري من ولايه تبسة. اذا في لغه الاقتصاديه والارقام، كل من القطاع الخدماتي والانتاجي ذو اهميه في تحقيق تنميه اقتصاديه، وعليه في عدد اليوم سنتعرف على مؤسستين تنشطان في المجال الخدماتي، بريستو ومؤسسه امبروبوكن. للتعرف اكثر على هاتين المؤسستين تمتهما المضافة للاقتصاد الوطني، ماذا تقدمانه للمواطن الجزائري؟ ابقوا معنا. إذا نبدأ زيارتنا بمؤسسة بريستو التي تنشط في المجال الخدماتي، حيث تربط الزبائن بالمستهلكين عبر تطبيقها بريستو. للتعرف أكثر على هذه المؤسسة ابقوا معنا. برنامج ستارت اب يبرز أهم الشركات الناشئة في الجزائر وتطورها، يبرز أهم المشاريع والأفكار المبتكرة لدى الشركات الناشئة، مرافقة الشركات الناشئة في مسارها العملي. بريستو هي أول شركة في أقصى الشرق الجزائري تحديدا في مدينة تبسة تقدم خدمات تكنولوجية في مجال التوصيل. بدأت الشركة تاعنا في مارس 2021، بدأت مرحلة تطوير تاع الشركة من 3 مهندسين، ومن بعد وصلنا حتى لسبتمبر 2021 أطلقنا الخدمات الأولى تاعنا اللي هي كانت توصيل القضيان. ومن بعد المشروع زاد يعني قاعد يتطور وقاعد يكبر، والفريق المطورين ما حبسش، زاد كمل. دونك بريستو ولات تخدم ثاني لتوصيل المأكولات، وهذه في مارس 2022. ووصلنا يعني في بداية عام 2023 انه نقدموا اول سوبر اب، اول تطبيق سوبر في الجزائر، واللي يقدم خدمات تاع توصيل القضيان والمأكولات وتوصيل الاشخاص وتوصيل البضائع كلش في تطبيق واحد. هي اصلا فكره بريستو، يعني احد المؤسسين والمؤسس الاول تاع بريستو، الفكره تاعو جاتو يعني حاب يستغل فتره كوفيد باش يقدم اضافه، يعني ويقدم حل المشاكل تاع الطوابير اللي كانت تسبب الانتشار تاع العدوى. دونك هو حاول يعني كان يحوس انه يدير حل تكنولوجي باش كي الناس من ديارها تقدر تطلب القضيان. وهذه هي يعني كوفيد كان هو واحد من اسباب تطوير منصه بريستو، تطبيق بريستو في مدينه تبسة. ما كانش كاينه ثقافه استهلاكيه يعني تاع التطبيقات هذه. دونك كان التحدي الاول انه نزرعوا الثقافه في يعني في المواطن التبسي. تطبيق شركه بريستو، تطبيق بريستو يعني استخدمنا طرق تسويقيه، اخر تكنولوجيات في مجال التسويق، باش قدرنا انه نزرعوا الثقافه وايضا الثقه في نفوس المواطنين تبسة باه يقدروا يعدوا كوموندو من عندنا. والحمد لله نجحنا في المهمه، انه درك ولت عندنا يعني عشرات الالاف من المواطنين في تبسة راهم يستخدموا التطبيق بشكل يومي. هو تطبيق جزائري من تطوير مطورين جزائريين، كما نقولوا يعني في لغه الاعلام الالي فروم سكراتش، يعني من تطوير جزائري 100% من شباب تبسي. هذه اول حاجه. ثاني حاجه، الميزه اللي عندنا نحن في بريستو هي الاعتناء جدا 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 بخدمه الزبائن. يعني نحن حبينا نتميزوا على الشركات الاخرى كامل بخدمه تاع الزبائن تكون يعني متميزه جدا وسريعه، ومتابعه تكون يعني 24 ساعه مع الزبائن. اول ما بدينا شركه بريستو كان الهدف تاعنا ان نتعاقد مع الشركات الكبار في المواد الغذائيه، لانه المشروع ككل بدا كتقول سوبر ماركت في التطبيق، ونقوم بالتسويق وتوصيل هذه المنتجات. يعني شاركنا في الهدف، المشاركه تاعنا في المعارض ان نتعرف على الشركات ونتعاقد معهم
ونعرض عليهم الخدمات تاعنا التقنية والتسويقية والترويجية، خاصة في الوقت اللي كان فيه في ذلك الوقت كان عندنا مشكل في اللي هي كانت جائحة كورونا، اللي كانت جميع المحلات والسوبر ماركت كلها مغلقة، فكان لازم الشعب والشركات تلتجئ للحل البديل اللي هي كانت التطبيقات، بحيث نقوم بالتوصيل هذه المنتجات للبيوت. حاليا ما زلنا نقوم بالترويج باش نتعاقدوا مع الشركات الكبرى اللي متخصصة في المواد الغذائية، وإن شاء الله نلقوا الرد عاجلا إن شاء الله. مسؤول على تطوير تطبيق بريستو اندرويد واي او اس، مسؤول على التكنولوجيا وايجاد الحلول التكنولوجيه من جانب المستخدم، والوضع بعين الاعتبار الريفيوز التعليقات والاقتراحات تاع الكليون تاعنا، ونحاول نضع حلول للمشاكل اللي لقوها، وإن شاء الله راح يكون تطوير نصر على تطوير التطبيق أكثر وأكثر. العالم كل الاقتصاد مبني على التكنولوجيا، نحن تقصد الجزائر، في الجزائر ما زلنا في المرحلة الأولى تاع إنشاء هذه الشركات وهذه الشركات التكنولوجية. أي اقتصاد يكبر بالتكنولوجيا، أي مشكلة يتحل بالتكنولوجيا، ماهيش بالطرق التقليدية. في القيمة المضافة راح تكون للمواطن اللي راح تقدم له خدمات سريعة وسهلة وذات تكلفة بسيطة، هذه القيمة المضافة. في نفس الوقت أهم قيمة مضافة هي توظيف للشباب، إذا ما كانش الشركات الناشئة كيفاش راح توظف أنت الشباب؟ راح نبقى دائما متكلين على الدولة وإلا شركات الدولة، بصح لما تخلق أنت الثروة والشركات الناشئة هذم، إذا أبسط حاجة كل شركة ناشئة توظف 100 يعني حاجة مليحة. كان عندنا مشاركة في معارض محلية، منها الـCEC المركز الدولي لقاعة المؤتمرات الدولية في العاصمة، والتي نظمتها الوزارة، وثاني في قسنطينة، ثاني حتى ذيك أول معرض رحنا ليه في قسنطينة، لكن ما كانش فيه مسابقات، كان فيه عرض المشاريع للشركات الناشئة فقط، والحمد لله رحنا ثم وعرضنا المشروع تاعنا وشاركنا في بيتشز في المنصات في تلك المعارض، ولقينا استحسان وتعرفنا على شركات أخرى وأسسين شركات ناشئة أخرين وبنينا علاقات ونتورك معهم. العلاقات مهمة في أي مجال، لازم يكون عندك علاقات مع شركات مماثلة، لأن راح تكسب من عندهم خبرات، تكون خبرات متبادلة، ونشارك المعلومات ثاني حتى إذا كان عندنا مشاكل تقنية وإلا تسويقية يتم مشاركة هذه الخبرات والمعلومات مع بعض. وفي نفس الوقت يعني كلنا شركات ناشئة، فنعاون بعض وفي نفس الوقت نشجع بعض. يعني حتى نحن لهنا في ولاية تبسة أي شركة ناشئة ماذا بينا نحن في تبسة نحتضنوها وإلا نعاونوهم، ماذا بينا ما ولاية تبسة تتعرف بالشركات الناشئة نشجعوهم. هذا هو الهدف تاعنا، يعني نحن شركة بريستو ماهيش فقط شركة لوجستية في التوصيل، في نفس الوقت رانا حابين يكون شركات مماثلة في ولاية تبسة، وتكون مع الشركة ولاية تبسة معروفة بالشركات الناشئة، وتكون ولاية تبسة ثاني معروفة بالديفلوبر. هذا هو الهدف تاعنا يعني في ولاية كشركة بريستو، ليس هدف مالي فقط، يعني هدف تاعنا يكون بتقوية سمعة الولاية هذه، ولعل تكون قطب للديفلوبر على مستوى الوطن. عندنا موظفين مباشرين وعندنا أيضا عمال توصيل. الموظفين المباشرين حاليا رانا في 6، وأيضا حنزيدوا حيد أخرين يعني في الأيام هذه الجاية،
وعندنا في عمال التوصيل في مدينة بسة حاليا أكثر من 25. الشروط يعني أي موظف يعني موظفين المباشرين اللي هم مطورين ومسوقين ومسؤولين عن عملية التوصيل نخير نحاولوا ديما نخيروا ناس يعني خريجين جامعات وشباب، لأنه أصلا مشروع شبابي يعني أغلبية الموظفين راهم تحت سن 30. وبالنسبة لعمال التوصيل ديما نحاول نركزوا على الكوتي تاع انه كوتي تاع الاخلاق، كوتي تاع المعامله، انه ديما نفورموهم وانه نحسنوا من ايضا نحن نحاولوا ديما نحسنوا لهم في الجانب الخلقي تاعهم. يعني حتى كي يجونا عمال توصيل نحاولوا ديما نركزوا لهم على الكوتي انهم يتحسنوا في التعامل. والحمد لله يعني كانوا جاونا شباب كانوا نورمال، وبصح مع بريستو حتى الاخلاق تاعهم تحسنت ياسر، وحتى طموحاتهم تبدلت وحياتهم ونظرتهم للحياه تبدلت. مجال تكون تخدم فيه حاجه وتشوف النتيجه قدامك، ثم تشوف النتيجه تاعك امامك، ثمره تاعك تقطفها انت، ومجال تخدم فيه مجال تحبه. اي انسان مثل قرا الدومين يخدم في الدومين اللي راهو يخدم فيه يكون يقدر يمد فيه اكثر، باسكو كي تخدم عند مؤسسه اخرى ولا عند دوله كابابل تخدم في دومين انت مش متحبوش، تولي تخدم من اجل الماده فقط. مي كي تخدم دومين هكا الماده بالتاكيد وشي تحبه، ومن طون تكون تمد الماكسيموم تاعك. الدور تاعي في بريستو هو التسيير والتعامل المباشر مع لي بارتنير تاعنا وطرح الافكار مع فريق التطوير تاعنا. مثلا كاين مشاكل يطرحوها عليا نلقى لها حلول، كيما كاين دي ريستورون جدد بار اكزومبل نروح نتفاهم معاهم في نيغوسياسيون باش ندخلهم معنا في لابليكاسيون. عندنا اكثر من 80 متعامل متنوعين ما بين مطاعم، محلات البسه، محلات تبيع الزهور، دي سوبرات، جزارين، حتى اللي يبيعوا الخضر والفواكه وانواع اخرى. في الاول كنا احنا اللي نروحوا نتفاهموا مع المتعاملين، كنا احنا اللي نحوسوا عليهم، احنا اللي ندوروا. الان الحمد لله وصلنا للنقطه انه هما اللي يجوا يتصلوا بينا وهما اللي يجوا للمكتب تاعنا باش يدخلوا معنا في خدمات تاعنا في التطبيق. دوري هو التدخل في حاله مشاكل، وقوع مشاكل او تدخل مع الزبائن مباشره، ودوري يكتفي بالمراقبة فقط، لأن نظام المنصة هو اللي يقوم بعملية تقسيم الطلبيات بين عمال التوصيل. بريستو تعرفت عليها بعد الجائحة تاع كورونا، الحمد لله كنت وقتها في ظروف صعبة شوي، بديت معاهم كعامل توصيل، حبيت الفكر، حبيت الفريق، أفكار، بدينا، عجبتني التجربة، الحمد لله وفرت عندي خبرات سابقة حطيتها مع الفريق، ولقيت تجاوب منهم وساعدوني وعاونوني وطلعوا لي المورال. الحمد لله درك راني في عائلة مع عائلتي، ما عنديش مشكل نختم تجاربي وحوايج اللي شفتهم في حياتي استغليتها معاهم وكانت عندها دور الحمد لله. دونك احنا كل اسبوع عندنا يوم في الاسبوع نلتقي فيه مع ليفرر العمال التوصيل تاعنا كامل، اللي نقدموا لهم فيه يعني نصائح، ارشادات، ساعات دي فورماسيون تكنيك ولا دي فورماسيون يعني كيف يتعاملوا مع الزبائن، يعني باش ديما نتماشوا مع السوق. عالم المؤسسات الناشئه والمقاوله هي اهم حاجه، اي اقتصاد قوي في العالم يعني معظمهم يعتمدوا على المقاولاتية، أي ستارت اب في العالم، وأي ستارت اب في العالم كبروا بالمقاولاتية. لازم هي الثقافة، هي لازم نظرة وثقافة أني أنا أعتمد على نفسي وننشئ الشركة اللي حابها أنا وتنجح، ولازم الإرادة هذيك. برنامج ستارت اب يبرز أهم الشركات الناشئة في الجزائر وتطورها، يبرز أهم المشاريع والأفكار المبتكرة لدى الشركات الناشئة، مرافقة الشركات الناشئة في مسارها العملي.
إذا من منكم لم يسافر يوما ووجد نفسه في رحلة البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن فندق حتى يبيت فيه؟ وعليه في الجزء الثاني من عدد اليوم من برنامج ستارت اب، نحن في ضيافة مؤسسة اي برو بوكينج، والتي تقدم لزبائنها خدمة حجز الفنادق عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر تطبيقها اي برو بوكينج. لتعرف أكثر على هذه المؤسسة ابقوا معنا. شركة إبرو بوكينج هي أول شركة اس بي اي اس في الجزائر. بدأت الفكرة تاعها من وكالة سياحية في نهاية 2018، وقت ما لقينا مشاكل يعني كبيرة في الفنادق الجزائرية، وين ما الوكالة السياحية ما تقدرش تعمل حجز فندقي للزبون تاعها. جاتنا فكرة أن نرقموا هذو الوكالات السياحية والفنادق ونجمعوهم كامل في منصة رقمية واحدة، وين ما تدخل وكالة سياحية تعمل حجز فندقي مباشر على منصة إبرو بوكينج هذه، ويدخل لك اليوم ما عندوش إشكال خلاص. يعني وفرنا الفنادق الجزائرية كلها واللي يتباعوا في يعني على مستوى الوكالة السياحية على مستوى الوطن كله. والحمد لله دركا يعني عندنا اكثر من 750 وكاله سياحيه اللي تشري من هذه المنصه الالكترونيه، ودرنا مشروع جديد واحد اخر اللي هو إبرو بوكينج بي تو سي، ولما يدخل الكليون يعمل حجز اونلاين ويخلص فقط بالبطاقه الذهبيه او لكارت سي بي. هذا المشروع الاول في الجزائر، أول والوحيد لحد الساعة، وحمد لله رب العالمين. دركا أصبح الجزائري أنه يدخل يعمل حجز في فندق في بلاده ويدفع بالدينار الجزائري. باركونتر قبل 2019، يعني قبل ما تكون كاينة إبرو بوكينج، كان الجزائري باش يعمل حجز فندقي في بلاده يلزمو كارت سي بي، كارت فيزا كارت أو ماستر كارت، يعني يلزم فقط بالعملة الصعبة، ما يقدرش يعمل حجز فندقي في بلاده بالدينار الجزائري. وهذا المشكل اللي حلته إبرو بوكينج. درك الحمد لله أصبح الجزائري يدخل للسيستم إبرو بوكينج وين يختار الفندق والعرض اللي يساعده هو، ويعمل حجز فندقي بالدينار الجزائري. كشركة ناشئة مبازين على ليزوتيل، يعني الفندقة، وبالأخص في الجزائر. يعني نحن الهدف الأول تاعنا هو رقمنة الحل الحجوزات والترويج والتسويق للسياحة الداخلية في على الانتيريور وعلى الاكستيريور بي. دونك كوتي تكنيك كيفاش تكون؟ دونك عندك باغ اكزومبل هي الحكاية راح تكون كونتراكتينغ مع ان اوتيل، راح تكون كاينة بيناتنا اون كونفونسيون. لا كونفونسيون راح يكونوا فيها لي تاريف، يكونوا فيها لي ديتاي، لي تاريف لي بيان سور نيكزيجو عليهم انه تكون كاينة ريدكسيون توصل حتى ل 45%. هكا باه المواطن يعني يتوجه للوكالة السياحية قبل انه قبل ما يروح للفندق، يعني يفوت على الوكاله السياحيه بيعمل الحجز تاعو. دونك حنا سهلنا على الوكاله السياحيه، يجاها الزبون او المستهلك يكون يشارش نوتيل في الجزائر، تدخل الوكاله على المنصه الرقميه اي برو بوكينج، تعمل الحجز. الحجز هو راح تفوت اوتوماتيكمون، دونك راح يطلع له لوتيل ديسپونيبل، راح تفوت لا ريزرفاسيون ديريكتومون توصل عند لوتيل. يعني انا ما انا الا وسيط انترميديير بين الفندق والوكاله السياحيه. دونك توصل لا ريزرفاسيون ديريكتومون للفندق وتتكونفيرما سور بلاس. لهنا راح يقدر الوكالة السياحية يمبريمي الفاوتشر ويمدو للكليون تاعو. كي يوصل للكليون ماهوش راح يخلص حتى حاجة في الفندق، خاطر يكون اوريدي هو مخلص في عند الوكالة السياحية، يقدم الفاوتشر تاعو، وهنا تكون يكون الكليون ربح جهد ووصل للفندق ولا ريزرفاسيون تاعو كونفيرمي ميو كو انه يوصل بيان سور بتاريف فريمون فريمون
moins cher par rapport les tarifs اللي راهم ابليكي سور كونتوار دونك لهنا راهو ربح انه كي يوصل لقى لا ريزرفاسيون تاعو كونفيرمي يعني ماهوش راح يوصل لوتيل قادر يلقاه كومبلي قادر ما يلقاش لا ديسپونيبيليتي و بيان سور كيما قلت لك مخلص تاريف فريمون موان شير بار رابور او تاريف ابليكي سور كونتوار كا بلاتفورم اي برو بوكينغ قبل ما نعمل الكونترا مع لوتيل بيان سور لازم نعمل له فيزيت داكور دونك لازم نعملو فيزيت عندنا طاقم خاص يوصل للهوتيل يعمل فيزيت يشوف لي شومبر يشوف السيرفيس كوميرسيال سيرفيس ريزرفاسيون يهدر معاهم اونفا كيما لازم 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 تكون كاينه الفيزيت هذه للهوتيل دونك باه يتاكد هو باغ اكزومبل قادر ان هوتيل يبعث لي انا كونطرا ويبعث لي دي فوتو يقول لي باغ اكزومبل لي شومبر سون سباسيوز البوفي كذا Par contre, qui est le client, il y a le contraire. Totalement le contraire. Donc, de préférence, pour éviter le hajat à Douma, nous avons visité l'hôtel avant de te signer le contrat ou avant de sortir de l'hôtel dans le système. Nous avons un taqam mukhassas. C'est ce qui est fait. Nous devons aller aux hôtels et faire une visite avant le contrat. بالنسبة للشراكة تاع الوكالات السياحية مع شركة ايبرو بوكينغ من قبل كانت كاين صعوبات تواجهها الوكالات السياحية فيما يخص سورتو لي كونطرا ديريكت مع لي زوتيل خصوصا اون الجيري ولا تونيزي ايبرو بوكينغ قربت اكثر الوكالة من فنادق خاصة في الجزائر بالنسبة لتوفير الفنادق لا ديسپونيبيليتي توجور كان عندنا لي زاجونس دو فواياج اون جينيرال problème de disponibilité. بعد qu'il وصل le client, le service après vente, le client qui est à l'hôtel, est-ce que la plateforme de contacter l'hôtel, que je me connais un problème, ta disponibilité, ça dépend. Donc, أحسن شركة عملنا معها اليوم في هذا المجال هي ايبرو بوكينغ. Service après vente, ما شاء الله. Les contrats directs, donc offrons la كامل les hôtels en Algérie, un peu partout. Oui. قبل كان بيان سور الكليون يخاف انه يمد لي دوني تاعو سواء فيما يتعلق بلي كارت بانكار ولا اي برو بوكينغ نحات هذا لو بروبليم بما انها تتعامل مع ساتيم دونك ما يكون عنده حتى خوف على لي دوني تاعو وبدينا نشوفوا تغير وتحسن بالنسبه للمواطن راهو بدا يتقبل فكره انه الدفع الالكتروني امن مع شركه ايبرو بوكينغ التجربه تاعي في شركه ايبرو بوكينغ كانت ياسر تجربه مميزه وياسر تجربه ناجحه مع التعاون تاعي مع فريق العمل والشكر ليهم خاص اللي خلوني نتعلم ياسر حوايج جدد ونقدم الخطوه ياسر لقدام في حياتي وهذه التجربه تحتاج ياسر سوشيال سكيلز وكوميونيكيشن سكيلز سنسيتيز التعاملات تاعها كلها مع الدومين تاع توريزم ودومين تاع معاملات مع ناس أجانب هي تجربة تكاد تكون متوسطة النجاح في الجزائر لأن ما زلت ما عندناش ثقافة ياسر الإلكترونيات ما زلنا كل شيء تاعنا دفع مالي ديريكت وما زلت ما عندناش ثقافة ياسر الإلكترونيات وليزابليكاسيون بصح نشوفوا في أنه هذا التطور وأنه سورتو درك الدولة الجزائرية تحدد وتنص كل يوم على قطاع رقمنا وانه كل شيء يولي ديجيتالايزد. احنا كمؤسسه ناشئه يعني من اكثر العراقيل اللي واجهناها كمؤسسه ناشئه عدم توفير خدمه الدفع الالكتروني عن طريق فيزا كارت وماستر كارت. احنا كمؤسسه نحبوا نتوسع ونحبوا يعني نستهدفوا الاسواق الخارجيه. يعني الحمد لله كاين يعني عندنا قانون يقول لك باللي مصدري الخدمه هذو يعني عندهم افونتاج سواء من ناحيه الضرائب والا من لكن للاسف نحن يعني شركه ساتيم ما زلت اون نيغوسياسيون مع شركه ماستر كارد وفيزا كارد باه ان شاء الله يكون عندنا يعني دفع عن طريق فيزا كارد وماستر كارد في الجزائر وهذه الحاجة الوحيدة إن شاء الله اللي نحن نستنوها كمؤسسة ناشئة إن شاء الله وبه ننجحوا وبه نعودوا نبيعوا في الأسواق الخارجية إن شاء الله. برنامج ستارت اب يبرز أهم الشركات الناشئة في الجزائر وتطورها. يبرز أهم المشاريع والأفكار المبتكرة لدى الشركات الناشئة. مرافقة الشركات الناشئة في مسارها العملي.
بهذا نصل وإياكم إلى ختام عدد اليوم من برنامج ستارت اب. نضرب لكم موعدا بعد أسبوعين من الآن، وإلى ذلك الحين طبتم في أمان الله.